أمريكا تملك قواعد عسكرية في العراق، وسفارتها من أكبر السفارات في العراق، وهي موجودة في العراق. وللأسف نقول نتيجة الاتفاقية الأمنية التي وقعت في زمن المالكي، وهذه الاتفاقية اعترض عليها العراقيون ولكن مررها البرلمان نفسه. فلذلك إخراج القوات الأمريكية نحن نعتقد أنه مطلب وطني، ولكن يجب أن يكون بظروف صحيحة. يعني ليست حكومة أزمة هي التي يحق لها أن تتخذ قرارات مصيرية، أو هذا القرار اتخذ مثلا نتيجة ردة فعل على ما حصل في المطار. فلذلك هذه القرارات المصيرية يجب أن تتخذ بظروف صحيحة وطبيعية، وتراعى فيها أيضا مصلحة الشعب العراقي وليست مصالح أخرى ليست مقدمة عليها مصلحة الشعب العراقي. العراقيون جميعا يريدون بلدهم خالي من أي قواعد عسكرية أجنبية، سواء كانت أمريكية أو غير أمريكية، وأيضا من أي نفوذ.